عندي بوله عشان هنستخدمها، وتعالوا اقول لكم مقادير الكفته. هحتاج نص كيلو من اللحمه المفرومه يكون فيها 20% دهن، 2 معلقه بصل بودر، 2 معلقه بقدونس مفروم، معلقه جوزه الطيب صغيره، ومعلقه بابريكا، معلقه فلفل اسود صغيره، و2 معلقه صويا صوص، معلقه دبس رمان، معلقه بهارات لحم، معلقه بهارات كفته، ودي موجوده في السوبر ماركت، في منها انواع كتير، ربع معلقه قرفه وبيضه وملح، حلقات طماطم، وحلقات فلفل اخضر رومي، وحلقات بصل. يلا نبتدي مع بعض وصفتنا. وصفتنا سهله جدا جدا ومش هتاخد معانا وقت خالص. هنجيب الصينيه بتاعتنا كمان اللي هنعمل فيها الكفته، خليها عندنا هنا، وتعالوا بقى نعمل الكفته. نجيب جلافز كده، يلا يلا، مش هضحك لك يا تهام. كلها خلاص، هي صدفة بصراحة يعني، جابت اسم حلو. تهام احلى احلى اكرامي، بس تهامي حلو، تهامي حلو. هناخد بقى اللحمة المفرومة بتاعتنا كده في بولة. بصوا هي دي مش نص كيلو قوي، ما ضحكين عليا، حاطين لي اقل من نص كيلو، مش تضحكوش عليكم انتوا كمان. حط البيضه بتاعتي، البيضه دي هتخلي الكفته بتاعتي تنفش، طعمها كمان بيبقى حلو. بقدونس، دبس الرمان بقى هيدي طعم للكفته حكايه بجد، بيخلي الكفته بقى طعمها تحفه بجد. دبس الرمان والصويا صوص طبعا مع اللحوم بتبقى تحفه، وما نجيبش الصويا صوص الغامق، نجيب الصويا صوص اللايت الفاتح علشان ما يغمقش معانا الكفته بتاعتنا. بهارات بقى بتاعتنا، بهارات اللحمه، بهارات المشاوي، سوري بهارات الكفته، البابريكا والفلفل الاسود، رشة القرفة تدي نكهة حلوة قوي للحوم عامة، القرفة بتدي نكهة حلوة جدا. جوزة الطيب طبعا عشان ناكل كده ونفطر وننام. هنحط البصل البودر، استنى هنا عندي بصل، والملح، ملح كده بقى معلقه كبيره بس كده. تعالوا نعجن بقى، نعجنها بقى كده كلها مع بعض. بصوا بقى البيضه دي هتخلي الكفته بتاعتي متماسكه، يعني بدل بقى ما نحط مثلا، في ناس بتحط بقسماط عشان تربط الكفته. استنوا نشيل هدومنا دي شويه عشان نعرف نعجن براحتنا. في ناس بتحط بقسماط، وفي ناس بتبل نص رغيف عيش فينو وتشيل القشره بتاعت العيش الفينو من بره، الغلاف من بره، وتاخد اللبابه بتاعت العيش الفينو وهي مبلوله، وفي ناس بتحط يعني بيضه. الافضل ان احنا نحط بيض، في ناس تحط شويه دقيق، الافضل بيضه كده بتنفش وبتخلي الكفته بتاعتي ماسكه في بعض. بصوا بتبقى ايه، عجينه خالص، اقدر اشكلها براحتي ماسكه نفسها.